سياسيا اداء الاتحاد الافريقي سياسيا هو اداء يعني لا يعول عليه بشكل كبير، لكن دعنا نذهب الى منبعوث الامم المتحده للسودان فولكر بريتس. يعني كافه الاطراف السودانيه كانت تعبر عن استيائها من هذا الرجل، وان هذا الرجل يجب ان يرحل بشكل او باخر. انطونيو جوريتش الامين العام للامم المتحده اليوم جدد الثقه فيه وقال انه مبعوثي للسودان وساستمر. برايك الامم المتحده تسير في هذا الاتجاه في طريق الولايات المتحدة الأمريكية وتنفيذا لخطتها كما قلت، أم أن التركيز على هذا الشخص لأن هذا الشخص هو المناسب الآن برأيك أخيرا؟ يعني للأسف الشديد الأخ عامر، الولايات مش الولايات المتحدة، الأمم المتحدة هي نفسها صنيعة أو هي أداة من أدوات الولايات المتحدة للأسف الشديد. يعني عندما أنشأت الأمم المتحدة في سنة 1945 أنشأ الخمسة الكبار المنتصرين في الحرب العالمية الثانية. سنة 1947 حصل الخلاف بين الخمسة الكبار أو بين الاتحاد السوفيتي وبين الولايات المتحدة، والتي هي يعني دخلت مرحلة ما سميت باسم الحرب الباردة اللي هي من 1947 إلى سنة 1989. هذه الحرب الباردة كان هنالك هامش كبير جدا من المساحة بالنسبة للدول المختلفة، بالذات كانت ما سمى بدول عدم الانحياز، في أنها تستغل هذا التناقض بين الولايات المتحدة وبين روسيا وتجد مساحة كبيرة جدا في تحقيق بعض الأهداف بتاعتها. 89 بعد سقوط الاتحاد السوفيتي انفردت الولايات المتحدة بقطبية العالم، وبالتالي رجعت الأمم المتحدة مرة أخرى أداة في يد الولايات المتحدة. تدرك أخ عامر أنه بعد 89 ولسوء الحظ أنه هذا التاريخ هو الذي كان يعني يتوافق مع عودة الإنغاز أو استلام الإنغاز للسلطة في السودان، اللي هو 59 سقوط الاتحاد السوفيتي و59 استلام الإنغاز، ودي واحدة نفتكر من المفارقات اللي كانت ما في صالح الإنقاذ، لأنه كان لو القطبين موجودين كان ممكن أن يتسع الهامش بالنسبة للإنقاذ. لذلك منذ 89 مجلس الأمن أصبح ما عنده شغلة بأنه إلا يصدر قرارات ضد السودان منذ ذلك التاريخ إلى أن تم السقوط في 2000. فالولايات الأمم المتحدة وجريتش هم عبارة عن أدوات من أدوات الولايات المتحدة، وما كان هذا الجريتش أنه يجي لهذا المنصب لولا رضا الولايات المتحدة عنه. وبالتالي الرفض بالنسبة لفولكر في السودان ده كان واضح جدا بمعظم كل القوى في داخل السودان، معظم القوى ما عدا هو الحرية والتغيير واللي هي القوة التي تريدها الولايات المتحدة، وبالتالي الذي يريدها فولكر، وبالتالي هو الذي يريد الأمين العام للأمم المتحدة. طب نعم. انتهى وقتي، ولكن عندي سؤال في يعني في جملة واحدة. نعم. لماذا أغلب التصريحات الآن التي يخرجها عبد الرحيم ديكلو؟ هل هناك أو يعني الأخبار إصابة حميتي أو ربما مقتل حميتي أخبار صحيحة، أخبار لها دلائل أو لا؟ ما بفتكر انه يعني هو كثير من الاخبار دارت حول او الاشاعات حول موت حميتي، لكن ما بفتكر انه يعني هذا الامر صحيح لحدثين تقريبا او لطريقتين. الطريقه الاولى طريقه القتال التي يمارس بها الدعم السريع طريقته، ما تغيرت منذ البدايه الى الان. نمرة اثنين يعني بفتكر لو كان وصلوا او عرفوا او حصل فعلا كان حيتغير المنهج لمنهج بتاع انتقام، وما حيكون ضد القوات المسلحة، كان حيكون ضد الشعب السوداني كله. نقاط مهمة، نقاط مهمة. بالفعل تؤخذ في الاعتبار. نعم. أستاذ خالد حسين المحلل السياسي، أشكرك على تواجدي معي في هذه الحلقة. شكرا جزيلا. شاهدنا الكرام، المنتصف ما زال مستمرا، ولكن بعد هذا الفصل فابقوا معنا.